التحليلية من الميادين، المقاومة الفلسطينية تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال في خان يونس ووسط قطاع غزة وتمنعها من التقدم. السيد الحوثي: العدوان يؤكد مدى فاعلية ما نفعله في مساندة فلسطين وسنتصدى له. الموقف الأمريكي لا يخيفنا أو يؤثر علينا. وثيقة اليوم في فاينانشال تايمز: مخاطر جيوسياسية تربك صناع السياسات الاقتصادية بين تصاعد المواجهات وعام الانتخابات، كيف يواجه العالم التقلبات؟ حزب الله ومعادلات الحدود: حرب نفسية توازي المواجهة العسكرية، رسائل بالنص والصورة للمستوطنين، احذروا مغبة الحروب، أي دلالات على دقة المعطيات والقوة والجاهزية؟ معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية يشهدها عدد من المحاور، ولا سيما في محافظة خان يونس ووسط قطاع غزة. كتائب القسام أعلنت استهداف قوة إسرائيلية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات وإيقاع 5 قتلى من أفرادها شرق خان يونس جنوب القطاع. نشرت مشاهد الاستهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا شرق مخيم البريج بقذيفة الياسين 105. هذا ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. مراسلنا أفاد بدوي انفجارات عنيفة في محيط بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء في وقت يتواصل فيه انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السابع. إذن نستطلع الأوضاع الميدانية مع مراسلين، نبدأ مباشرة من قطاع غزة المحاصر وآخر التطورات من عندك مباشرة أحمد غانم، أنت في رفح والمستجدات قائمة، كان هناك قصف متواصل أيضا يشمل رفح، تخبرنا أكثر بالمعطيات. نعم فتون، منذ منتصف الليلة الماضية شن الجيش الإسرائيلي سلسلة واسعة من الغارات بالطائرات الحربية بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال معظم مناطق قطاع غزة. في رفح ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق عائلة الزاملي، حيث استهدف منزلهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولا زال هناك عدد آخر من المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل. لا تزال طواقم الأطقم الفنية وكذلك الدفاع المدني محاولة انتشال ما تبقى من العائلة والمفقودين أسفل هذا الركام. في خان يونس جنوب قطاع غزة وصل الجيش الإسرائيلي عملية الإغارة بالطائرات الحربية على مناطق مختلفة من خان يونس، لا سيما المنطقة الشرقية وكذلك منطقة وسط البلد بالقرب من مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وصل منذ الصباح الباكر إلى مجمع ناصر الطبي ما يزيد على 12 شهيدا في بفعل غارات متتالية ومتوالية طالت مختلف مناطق مدينة خان يونس، كما انتشل 4 شهداء من منطقة عبسان الكبيرة هذا اليوم بصعوبة بالغة. يتركز القصف الإسرائيلي في المناطق الشرقية وتحديدا خزاعة والزنة والفخاري، حيث تدور في تلك المناطق أيضا اشتباكات واسعة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي. وقد طبعا أطلقت المقاومة اليوم أو استهدفت عددا من آليات الاحتلال في منطقة الفخاري والزنة، فضلا عن اندلاع ذات الاشتباكات مماثلة في منطقة البلد وسط البلد، حيث لا تزال المقاومة الفلسطينية تمنع آليات الاحتلال من التوغل غربا باتجاه محيط مجمع ناصر الطبي. منطقة البطن السمين وكذلك جيزان النجار فضلا عن الشيخ ناصر ورميضة، هذه مناطق تمثل حزام الوسط في خان يونس. لا زال الجيش الإسرائيلي أيضا
يقصفها بالطائرات الحربية، ولكن الملاحظ خلال الساعات الماضية أن الجيش يكثف من استخدام المدفعية في عمليات الاستهداف المتتالية والمركزة لمدينة خان يونس. الجيش يواصل منع سيارات الإسعاف من الوصول للمناطق الشرقية وكذلك قلب مدينة خان يونس، ولا تزال هناك أعداد من الشهداء والجرحى ملقون في الشوارع وتحت الأنقاض، لا يستطيع أحد انتشالهم على طبعا الإطلاق. في منطقة وسط القطاع الجيش أيضا كثف من غاراته على تلك المناطق، ولا سيما مخيمي البريج والمغازي، فضلا عن المصدر والزوايدي ودير البلح والنصيرات، ولكن أيضا بدنا نلحظ قصفا مدفعيا مركزا من قبل المدفعية المتمركزة على الشريط الحدودي، وكذلك الزوارق الحربية تقوم بقصف المناطق الشمالية للنصيرات، الشمالية الغربية لمخيم النصيرات للاجئين وأرض المفتي والدعوة، وهو الشريط الذي تتواجد فيه تمركزا لقوات الاحتلال وآلياته ودباباته باتجاه المنطقة الشرقية في شريط يمتد عدة كيلومترات يفصل منطقة وسط غزة عن مدينة غزة وكذلك وسطها وجنوبها. هذا العدوان ما زال متواصلا، وسيارات الإسعاف تمنع من الدخول لهذه المخيمات البريج والمغازي، وطائرات الكواد كابتر ما تزال تحلق في كل أجواء هذه المناطق وتطلق النيران باتجاه الناس وكذلك الطواقم الطبية والسيارات. ووصل عدد من الشهداء إلى مجمع شهداء الأقصى وسط القطاع وتحديدا في دير البلح طوال هذا اليوم، فضلا عن وقوع أعداد من الإصابات. ولكن ننوه بأن ثمة أعداد كبيرة من المواطنين لم يبرحوا هذه المنطقة، منطقة وسط القطاع، والملاحظ بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف هذه التجمعات المدنية المأهولة مجددا. ننتقل إلى مدينة غزة حيث أغارت الطائرات الحربية على 3 طوابق في عمارة أبو ظبي 7 بالقرب من دوار أبو مازن، وهذا الدوار هو يقع أمام منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس سابقا قبل مغادرته طبعا قطاع غزة، وهذا مبنى سكني مأهول. عاد الناس إلى تلك المنطقة بعد انسحاب الآليات أو تراجعها، ولكن اليوم أعادت الطائرات الحربية استهداف هذه 3 طبقات، وهناك أنباء عن وقوع شهداء وجرحى، ولكن بفعل تواجد الآليات الإسرائيلية وعودتها إلى منطقة دوار 17 ودوار ومحيط دوار أبو مازن، فيصعب على سيارات الإسعاف الوصول دون تنسيق مسبق ودون السماح لها بالوصول لانتشال أعداد الشهداء وطبعا الجرحى. في مناطق شمال القطاع تحديدا شرقي الزيتون، دعيني أشير إلى شرقي الزيتون والشجاعية، يتجدد القصف المدفعي. شرق جباليا تجدد القصف المدفعي أيضا وبعض الغارات من الطائرات الحربية، وكذلك أيضا كان هناك نقاط اشتباك مهمة شرق جي جباليا، حيث واجهت المقاومة هذا اليوم الآليات المتوغلة هناك بقذائف التاندوم والمضادة للأفراد المضادة للدروع وقذائف 105، ومنعت هذه الآليات من التقدم أكثر باتجاه مخيم باتجاه طبعا قلب جباليا. وهذا لافت ويحسب للمقاومة الفلسطينية التي تواصل أيضا بطبيعة الحال دك تحشدات الجيش الإسرائيلي عبر مفارز الهاون النظامي بعدد كبير من قذائف الهاون، ولاحظ أن المقاومة باتت تستخدمه بشكل أكبر وفعال في تشتيت آليات الجيش الإسرائيلي ومنع تحركات الجنود الراجلة على الأرض، وقد نجحت في مرات عديدة في صد هذه التوغلات وكذلك منع الجنود من النزول من آلياتهم ودباباتهم في المناطق التي طبعا يجتاحها. ولكن أيضا بطبيعة الحال هناك وضع إنساني غاية في الصعوبة، ولا سيما في المناطق الشمالية، إذ يمنع حتى اليوم إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى مناطق شمال قطاع غزة. معظم المستشفيات هناك متوقفة عن العمل أو لا تزال متوقفة عن العمل، معظمها لا تتلقى مساعدات طبية، لم يدخل لترا واحدا من السولار اللازم لتشغيل المولدات لهذه المستشفيات. صحيح أن الهلال الأحمر أعلن عن إعادة تشغيل خدمة الإسعاف هناك، ولكن ما يزال يواجه صعوبة كبيرة بفعل انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت لليوم 7 على التوالي. والحقيقة بأن هذا الأمر خطير للغاية، إذ أن انقطاع الاتصال يعني قطع الصلة بين المواطنين المتضررين من العدوان الإسرائيلي وهيئة الإسعاف في محاولة لتوجيه هذه السيارات للأماكن المقصوفة والمنكوبة من أجل إجلاء شهداء وجرحى. طبعا هذا بالتوازي مع وضع إنساني غاية في الصعوبة في المناطق الجنوبية في ظل استمرار تدفق محدود للمساعدات الإنسانية بين 70 إلى 100 شاحنة يوميا من المساعدات، في ظل انعدام إمدادات المياه وكذلك تدمير شبكات الصرف الصحي وعدم توفر مياه عذبة للشرب في معظم هذه المناطق. الآبار تعمل، أعادت بلديات غزة وتحديدا المنطقة الوسطى ورفح
تشغيل آبار مياه مالحة في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الضغط المتزايد والحاجة المتزايدة للمياه هنا، رغم أن هذه المياه قد تسبب أمراضا كثيرة للسكان. مراكز الإيواء مكتظة عن آخرها حقيقة، فتون بأعداد كبيرة من الناس، تغيب فيها كل مقومات الحياة الصحية، تنعدم فيها المساعدات الغذائية، وكذلك أيضا غياب النقاط الطبية اللازمة والتي قد تخفف من الضغط على المستشفيات داخل هذه المراكز. كل شكر لك أحمد غانم، مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة. بالانتقال أيضا إلى اليمن، ينضم إلينا أو قبل ذلك سينضم إلينا بعد قليل أحمد زبيبة مراسل الميادين من صنعاء، لكن في اليوم الرابع بعد المئة من العدوان على غزة، مجازر إسرائيلية جديدة أمام عالم متواطئ. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن العدوان الأمريكي البريطاني يؤكد مدى فعالية ما يفعله اليمن في البحر لمساندة الفلسطينيين، ولفت إلى أن التصنيف الأمريكي بالإرهاب أمر مضحك لأنه يأتي ممن له تاريخ إجرامي أسود. ذلك العدوان على بلدنا وشعبنا سيزيد من تطوير قدراتنا العسكرية في هذا البلد، و الحمد لله أنا أقدم البشرى لشعبنا، هناك فعلا خطوات ملموسة من الآن في تطوير قدراتنا العسكرية. مسألة أن أمريكا وبريطانيا دخلتا في الحرب بشكل مباشر وأننا أصبحنا في مواجهة مباشرة بيننا وبين الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، هذا شيء لا يخيفنا إطلاقا، بل ارتحنا لذلك كثيرا، لأن سياستهم واستراتيجيتهم في كل المراحل الماضية أن يضربونا بغيرهم وأن يكونوا دائما الطرف الذي يكسب ولا يخسر ولا يتعب إنما يستفيد، أن يضربوا أمتنا بعضها ببعض وأن يسلطوا تلك الدول على تلك الدول وتلك الكيانات على تلك الكيانات وهكذا. والآن إلى مراسلنا في اليمن أحمد زبيبة. إذن أحمد، ماذا في جل الرسائل التي أرسلها قائد أنصار الله اليوم في خلال كلمته، وأيضا كيف يمكن أن يوصف الوضع الميداني لجهة استعداد القوات اليمنية الدائم والمستمر لقطع الطريق أمام أي سفينة تتجه إلى الكيان الإسرائيلي؟ نعم فتون، هي كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي هي كلمة شاملة وكاملة فيما يتعلق بتطورات المشهد اليمني وأيضا التطورات في البحر الأحمر. هي كلمة تأتي في توقيت حساس بعد التصنيف الأمريكي، بعد العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن فجر اليوم، بالإضافة إلى التطورات فيما يتعلق في البحر الأحمر واستهداف قوات البحرية اليمنية سفينة أمريكية في خليج عدن. الكلمة هي تحدثت فيما يتعلق بالتصنيف الأمريكي أنه لا أهمية لهذا التصنيف، خاصة أنه يأتي في سياق حماية الإجرام الإسرائيلي وما يمارسه الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وأن الأمريكان هم يحاولون من خلال الحديث عن شعارات تأمين البحر الأحمر هو من أجل تأمين وحماية إسرائيل وإيصال الإمكانات الكاملة لإسرائيل من أجل قتل الشعب الفلسطيني. هو تحدث أيضا في مجمل كلامه عن عدد من المواقف، وما أن صنعاء هي متواصلة في عملياتها العسكرية
عملية ضد السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ في الأراضي المحتلة، وأيضا السفن الأمريكية والبريطانية أو المصالح الأمريكية والبريطانية في البحر وأيضا البر، في من أجل أولا الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، وأيضا لإيقاف العمليات العسكرية في غزة. هناك نقطة مهمة أشار لها قائد حركة أنصار الله، هو الحديث عن السلاح المستخدم في استهداف السفينتين الأمريكيتين في أقل من 48 ساعة. هو تحدث أن أمريكا لا تعلم نوعية هذا السلاح أو الصواريخ البحرية التي استخدمت، هي إشارة إلى أن هذه الصواريخ غير معلنة أو لم يتم الإعلان عنها بعد، واستخدمت ولديها قدرة فائقة على التخفي واستهداف هذه السفن بدقة عالية في خليج عدن. هذه نقطة، بالإضافة إلى أن القدرات العسكرية اليمنية تطورت أولا نتيجة أو خلال سنوات الحرب من التحالف السعودي الإماراتي، هو ومع استمرار الحرب استطاعت اليمن بتطوير قدراتها العسكرية بشكل كبير. العدوان الأمريكي البريطاني سيضاعف من تطوير قدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، وسوف ترد بشكل كبير على التواجد الأمريكي والبريطاني في البحر الأحمر، وستستمر في عملياتها نصرة لغزة. نحن نعتقد ووفقا أيضا للوسط اليمني أن الكلمة اليوم أتت وسوف تعطي أيضا الحماس للشعب اليمني للخروج أيضا في مسيرات كبرى غدا الجمعة لدعم غزة، وأيضا للحديث أن أمريكا هي أم الإرهاب وأن تصنيفاتها لا تعني الشعب اليمني في شيء. كل شكر لك أحمد زبيب مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من صنعاء. أما الآن فإلى فقرة وثيقة اليوم. المخاطر الجيوسياسية تلقي بظلالها على التفاؤل الاقتصادي في دافوس، مع أن الاقتصادات الكبرى تتجه نحو ما يعرف بالهبوط الناعم نتيجة الزيادات في أسعار الفائدة. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية وفي تقرير لها رأت أن القلق السائد سببه الحروب المستعرة في أوروبا والشرق الأوسط والتوترات في البحر الأحمر. ذلك أدى إلى تحويل حركة الشحن بشكل جماعي حول جنوب أفريقيا، ما نتج عنه ارتفاع في تكاليف مدخلات الشركات واحتمالات التضخم. الصحيفة أوضحت أيضا أن 8 من أكثر الدول العشر اكتظاظا بالسكان في العالم مشرفة على انتخابات هذا العام، ما ينذر بفترة من التقلبات السياسية الحادة. وأشارت إلى أن الملف الأوكراني يتصدر أذهان الكثيرين ويترافق مع مناقشات حول احتمال تصاعد المواجهة في غزة على نحو خطر، ما قد يؤدي إلى اصطدامات واضطرابات جديدة في الأسعار. وفي حين أن أزمة البحر الأحمر هي الأحدث وفق هذه الصحيفة، فإن أجزاء أخرى من العالم قد تعيش اضطرابات تجارية بسبب التوترات بين الدول. وبحسب فاينانشال تايمز، فقد أظهر استطلاع شمل 30 من الاقتصاديين الكبار أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي قبل اجتماعات دافوس، أن نحو 70% يخشون تسارع وتيرة التجزئة الجيواقتصادية هذا العام. ينضم إلينا أيضا الآن للتعليق على وثيقة اليوم محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي. أهلا بك موسى. يعلم الجميع بأنه في هذا المنتدى دافوس تجتمع أكبر الشخصيات الاقتصادية التجارية ودول العالم أيضا، كل هؤلاء هل يشعرون بمدى الخطر الاقتصادي الحالي والمحدق، ولا سيما الآتي من المنطقة بكل هذه الأحداث التي تحدث في هذه الحرب؟
بالتأكيد طبعا، وهذا ما دفع منتدى دافوس الاقتصادي لنشر هذا التقرير الذي تتحدث عنه فاينانشال تايمز في اليوم الأول لانعقاد هذا المؤتمر. كان ذلك واضحا بأن الاقتصاديين والخبراء الاقتصاديين، وهم بالعام هم مجموعة من الخبراء التابعين للشركات الاقتصادية العالمية العابرة للقارات المتعددة الجنسيات، عد إذن هذا التقرير رسالة واضحة إلى السياسيين الذين شاركوا في مؤتمر دافوس بأن الأزمات المتجولة في العالم تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي خلال العام 2024. في الواقع يعني الاقتصاديون يقولون بأنه لم ننتهي حتى الآن من تداعيات أزمتي كورونا، وباء كورونا، ولاحقا الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفوائد وأيضا التضخم المرتفع في معظم دول العالم ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أتينا إلى أزمات أخرى، وهنا نتحدث تحديدا عن أزمة الشرق الأوسط وبالتحديد أكثر عن أزمة البحر الأحمر وعدم الاستقرار هناك. هذه الأزمة بدأ الاقتصاديون يشعرون بها بأنها خطر كبير على الاقتصاد العالمي، لا سيما وأن باب المندب يشهد الكثير من الملاحة البحرية. الشركات الكبرى تدق ناقوس الخطر بأن استمرار هذه الأزمة، وهناك أيضا تفسيرات أو تحليلات صدرت خلال الأيام الأخيرة بأن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية عندما ضربت أو قامت بضرب المواقع في اليمن زادت أو كان لها تأثير عكسي عما أرادته الولايات المتحدة. الأمريكيون أرادوا إذن وقف الهجمات اليمن على السفن البحرية التابعة لإسرائيل أو المتعاونة مع إسرائيل. بعد الضربات الأمريكية كان بدأ الخطر يصيب الشركات الكبرى، على سبيل المثال شركة تسلا أوقفت إنتاجها في مصانعها في ألمانيا بسبب عدم وصول المعدات اللازمة عبر باب المندب إلى أوروبا. أوروبا هي الخاسر الأكبر من هذه المعادلة، على أساس أن معظم التجارة بينها وبين آسيا وتحديدا الصين يمر عبر باب المندب. إذن المشكلة كبيرة، ونحن نتحدث عن تداعيات، لا نتحدث عن تداعيات مؤقتة، نحن نتحدث عن تداعيات خلال العام 2024 كاملة، حتى ولو توقفت الحرب وعاد الهدوء إلى البحر الأحمر خلال أسبوع أو أسبوعين ستستمر هذه التداعيات حتى نهاية العام 2024. ولكن الخطر أكبر في حال استمرت الحرب واستمر عدم الاستقرار في البحر الأحمر وكان اشتعال أكبر من الاشتعال الحالي في منطقة الشرق الأوسط، فنحن أمام ربما كارثة تشبه إلى حد بعيد ما حصل بعد الحرب الأوكرانية الروسية. تبقى معنا إذن موسى عاصي، فصل قصير ومن ثم نحلل قضية اليوم، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم. ليس كلاما في الهواء على منشورات، ليست مجرد وسائل نصية أو رسائل نصية على أرقام أو عن أرقام عشوائية. المستهدفون مستوطنو الشمال في فلسطين المحتلة، رسائل عامة تحذر من مغبة الحرب، وللمسؤولين المحليين رسائل شخصية أبعد من تحذيرات كلامية أو مصورة. هي رسائل قوة في إطار حرب نفسية تدخل الاحتلال ومستوطنيه في دائرة التكهن والقلق مما يمتلكه حزب الله من بنك معلومات حول الشمال، وكل ما يعنيه ذلك عمليا ميدانيا عسكريا وأمنيا. هي حرب نفسية توازي المواجهة العسكرية، وجزء من معادلات فرضتها المقاومة الإسلامية على الحدود اللبنانية الفلسطينية لن تكون تبعاتها آنية وحسب. الحرب النفسية ميدان آخر يستخدم فيه حزب الله أسلحة من نوع خاص، تماما كما تتقن المقاومة المواجهة العسكرية والحرب الإعلامية. باستثناء التوثيق بالصورة لكل العمليات التي تظهر المواقع والجنود الإسرائيليين بكل وضوح قبل استهدافهم وبعده بشكل لا يحمل التشكيك، برز أخيرا وصول فيديو ورسائل نصية إلى هواتف المستوطنين ورؤساء المستوطنات في الشمال تحذرهم من مغبة الحرب مع حزب الله. اللافت في هذه الرسائل أنها وإن كانت معممة على المستوطنين وصلت إلى رؤساء المستوطنات والمسؤولين المحليين كرسائل شخصية لكل منهم،
تشير إلى نقاط معينة تخص شخص كل واحد منهم، وهو ما يكشف مدى اطلاع المقاومة الإسلامية على تفاصيل الوضع في الشمال. الرسائل النصية والمصورة تحث المستوطنين ومسؤوليهم على تجنب الدعوة إلى حرب مع حزب الله حفاظا على أمنهم ومستوطناتهم، وهي تتضمن مشاهد سقوط صواريخ في الشمال مع أصوات صفارات الإنذار ومشاهد حرائق نتيجة سقوط صواريخ. هذه الرسائل التي تسجل انتقالا إلى مرحلة أوسع في الحرب النفسية، تأثيراتها كبيرة وواسعة، ولا سيما في ظل غضب المستوطنين على حكومتهم واتهامهم لها بالتخلي عنهم. إفراغ الشمال من مستوطنيه تسبب بالفعل بخسائر اقتصادية هائلة مع إغلاق الأعمال وبقاء الحقول الزراعية من دون رعاية، ما يعرض جداول الإنتاج الزمنية للخطر. عشرات الآلاف الذين فروا من هذه المناطق يرون مع استمرار المواجهة عودتهم أبعد من أي وقت مضى. الرسائل الصوتية الأخيرة تؤكد لهم أن اليد الطولة هي للمقاومة وليست للحكومة الإسرائيلية. يقول الإعلام الإسرائيلي في هذا الإطار إن جزءا من الحرب هو الحرب النفسية، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بارع جدا في هذه الحرب. إذن نبدأ مباشرة من جنوب لبنان مع مراسل الميادين علي مرتضى. علي، حزب الله لطالما كان يتفنن بالحرب النفسية، كان دائما يرصد سماحة السيد حسن نصر الله في هذه الحرب. اليوم أيضا في خلال هذه الحرب هناك مزيد من التفنن عبر التكنولوجيا، سواء عبر وسائل ورسائل الواتساب أو حتى مقاطع الفيديو التي يجهزها ويطلقها حزب الله. أي أثر لهذه الحرب فعليا على جل المعركة؟ في الحقيقة الأثر يتنوع بين العديد من الآثار التي ستتركها هذه المعركة، ولا سيما فيما خص الحرب النفسية. بداية حينما نتحدث عن تصويرات الإعلام الحربي في البداية للعمليات، هذا قضى على عملية نفي حدوث هذه العمليات، وربما قاعدة ميرون الجوية خير مثال على ذلك. في البداية قال العدو الإسرائيلي بأن القاعدة تعرضت لتساقط صواريخ في مناطق مفتوحة لم تصبها، بعد ذلك قام الإعلام الحربي بنشر الفيديو الذي يؤكد إصابة هذه القاعدة، ما أدى إلى اعتراف العدو بأن بالفعل هذه القاعدة تم استهدافها. وبالتالي اليوم الحرب النفسية تخاض على أكثر من جبهة. الجبهة الأولى هي يخوضها الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية عبر توثيق هذه العمليات، وطبعا هذه العمليات باتت تصل للمستوطنين، باتت تصل إلى هواتف المستوطنين، باتوا حتى هم يعني يشتركون في كل الجروبات الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ويترجمونها من العربية إلى العبرية ويشاهدون هذه الفيديوهات، وبالطبع هذا يؤدي إلى كي الوعي لديهم وإلى فهم طبيعة هذه المعركة، وبعيدا عما يقوم به الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من تمييع ومحاولة تسخيف هذه العمليات. هذا بداية. ثانيا القدرة التكنولوجية لدى حزب الله، وأظهر نفسه الحزب بأنه ندا لإسرائيل. دعيني أذكر بأن العدو الإسرائيلي كان يستخدم طريقة الاتصال بالمنازل الجنوبية، يقوم أحد الأشخاص يتحدث بالطريقة اللبنانية، يسأل عن أهل المنزل، هل ما زلتم بالمنزل، هل هناك أحد بالمنزل، ويدعي بأنه جهة مثلا تريد أن تقدم معونات، أو يدعي بأنه مغفر معين. وهذا الأمر لم يمر من دون رد من قبل حزب الله، وبطريقة موازية عبر إرسال هذه الرسائل، عبر إرسال هذه الفيديوهات لمستوطني الشمال لتحذيرهم وإطلاعهم على الحقيقة بأن هذا ما سيحدث لكم في حال قامت حكومتكم بشن حرب على لبنان. ومن ثم نذهب إلى الرسائل الدقيقة التي ذهبت إلى رؤساء المستوطنات. يعني رئيس مستوطنة مرجليوت مثلا قالوا له لقد نجوت في المرة السابقة بأعجوبة، لن تنجو مجددا. هذا دليل بأن هناك متابعة استخبارية لحزب الله لهؤلاء الأشخاص بدقة، وأن حزب الله يجيد هذه اللعبة ويعلم كيف يوصل رسالته ويعلم أين يضرب ويعلم كيف أنه يمارس هذه الحرب النفسية. وما يميز حزب الله بهذه الحرب النفسية بأنها حربا صادقة.
يعني حينما يتحدث حزب الله لرئيس مستوطنة مرجليوت لقد نجوت، هو يعلم بأنه بالفعل لقد نجى بأعجوبة في مرة سابقة وأنه ملاحق. حينما يتحدث مع رئيس مستوطنة المطلي ويقول له لا تختبئ كالفأر أخرج من المطلي، فهذا يعني هو يعلم بأنه لازال بالمطلي وهو مختبئ بالمطلي، وحزب الله يعلم بأنه مختبئ بالمطلي. حينما يتم الحديث مع رئيس مستوطنة كريات شمونة والحديث له خذ مثال وعبرة من سديروت بما حدث لها، هذا ما سيحدث لكم في حال هاجمتم لبنان، فهذا الرجل طبعا يعلم بأن هذا الكلام هو حقيقي. وبالتالي ما يميز حزب الله غير بأنه يتفنن، يعلم كيف يخرق الوعي الإسرائيلي ويصل إلى عمق هذا الوعي ويؤثر فيه، ما يميزه أيضا بأنه يتحدث بصدق، هو يوجه رسالة صادقة حقيقية والإسرائيلي يعلم بأنها رسالة صادقة حقيقية، وبالتالي هذا ما يجعل حزب الله متفوق على العدو الإسرائيلي في مجال الحرب النفسية، لا سيما بأننا في لبنان هنا وعلى صعيد جمهور المقاومة لم يعد هذا الجمهور يكترث لتهديدات العدو الإسرائيلي التي باتت فارغة. وكلنا شفنا أو لاحظنا عفوا كيف أن الحرب النفسية الفاشلة التي مارسها العدو الإسرائيلي في غزة مثلا حينما دخلوا إلى المستشفى المعمداني ووضعوا سجل للأيام وقالوا بأنه أسماء لمقاتلين في حماس، وبالتالي العدو الإسرائيلي يخسر القدرة على التأثير على الجمهور المقاوم، في المقابل التزام المقاومة بصدقها وقدرة الاستخبارية لدى المقاومة بتوجيه هذه الرسائل في مقابل القدرة الإعلامية للإعلام الحربي الذي يلازم المقاومين جعل من منظومة الحرب النفسية لحزب الله ناجحة للغاية تجاه المستوطنين في الشمال وتجاه كل المستوطنين في إسرائيل. كذلك الحرب النفسية أيضا تمارس على الإسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية، إضافة أيضا لما يقوم به حزب الله على الجبهة الشمالية. نستطلع عن هذا الموضوع محلل ميادين للشؤون الفلسطينية عمر كايد. ما هي أهم الرسائل التي تركز عليها المقاومة الفلسطينية في حربها النفسية؟ هناك عدة رسائل تركز عليها المقاومة في حربها النفسية، لعل أهمها هو تقويض مصداقية قادة الاحتلال. يعني أكثر من مرة يخرج قادة الاحتلال يقول أننا حققنا إنجازات عسكرية على الأرض، مثلا نحن أنهينا العمليات الكبرى في شمال قطاع غزة ولهذا أعدنا الانتشار. في نفس اليوم تخرج إحدى أكبر الرشقات الصاروخية، أيضا قبل الهدنة جرى تسليم الأسرى في وسط مدينة غزة، أيضا تنفذ عمليات نوعية ومهمة في حي الشيخ رضوان أو في جحر الديك أو في جباليا أو في الزيتون، هذه المناطق التي يقول الاحتلال أنه أنهى عملياته الكبرى ولم يعد هناك سوى بعض العمليات الصغرى ولهذا أعاد انتشاره. تؤكد المقاومة أن هذا ليس إعادة انتشار بل هو انسحاب تحت وطأة ضربات المقاومة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تركز عليها المقاومة أيضا هي إضعاف الدعم الشعبي الإسرائيلي من خلال إقناع الجمهور الإسرائيلي الداعم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال لن يستطيع أن يحقق لهم الأمان وأن جيش الاحتلال لن يستطيع أن يعيد لهم أي أسير. النقطة الثالثة المهمة لها علاقة بالجنود هو ضرب الإرادة القتالية للجنود. مثلا بالأمس طالعنا خبر يتحدث أن نصف كتيبة من جنود الاحتياط ترفض الدخول إلى قطاع غزة. أيضا هناك كما سجل في الأسابيع الماضية انسحاب عدد من الكتائب والألوية المهمة أو كتائب ضمن ألوية ومنها لواء جولاني ولواء المظلين وألوية أخرى من الألوية المهمة. هذا كله يحدث بسبب ضربات المقاومة. تركز المقاومة على ذلك من خلال فيديوهاتها، من خلال الإطلالات التي يطل بها أبو عبيدة، من خلال الفيديوهات التي تنشرها لعملياتها، من خلال إطلاق الصواريخ المهم. هذا كله يندرج في الحرب النفسية القوية التي تمارسها المقاومة على الاحتلال وتؤكد أن يدها في الميدان هي اليد العليا وأنها ما زالت تحافظ على عقدها القتالية كما هي وأن كتائبها ما زالت متماسكة وأنها ما زالت قادرة على التصدي والدفاع عن أراضيها. طيب أنتقل بهذين المعطيين منك عمر كايد وأيضا منك علي مرتضى لنناقش الأثر معك ناصر اللحام. تأثير المباشر للحرب النفسية ورسائل حزب الله والمقاومة الفلسطينية، كيف تبدو وتتبدى
على الجانب الإسرائيلي. تحياتي فتون والزملاء. في البداية قبل تبادل الأسرى الذي جرى في تقريبا اليوم 57 لم تكن تؤثر أي تصريحات من المقاومة سواء الفلسطينية واللبنانية اليمنية العراقية وغيرها في الجمهور الداخلي الإسرائيلي، كان سكران بالدعاية العسكرية وبالرقابة العسكرية، يقول من وراء نتنياهو ما يريد نتنياهو، ولا يستمع ولا يريد أن يستمع لغير هذه الرواية. الآن الوضع مختلف تماما، اليوم أصوات عالية جدا لدرجة الصراخ ضد نتنياهو، هناك انقسام سياسي حاد، هناك انقسام ما بين الرقابة العسكرية وما بين الجمهور، هنالك تسريبات مضادة للرواية العسكرية الرسمية، هنالك استهجان واستنكار لما يقوله الجيش وأنه يكذب وأن حكومته تكذب فيما يتعلق بالمستوطنات على حدود لبنان أو بالمستوطنات على حدود غزة. شهر الرابع هناك لاجئين، الدعاية التي وصلت إلى الهواتف النقالة للمستوطنين شمال فلسطين وصفت أولا بالخوف، ثانيا نعم اليوم باتت وتزامنت مع الفيديو الذي أطلقته كتائب القسام حول الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا، وهذا يعزز الرواية، وكثير من المحللين العسكريين الإسرائيليين يستشهدون بها ويكذبون الرواية العسكرية الإسرائيلية، رغم أنه هذا أخذ وقتا طويلا يعني أكثر من 3 أشهر، إلا أنه اليوم موجود، هناك رواية بديلة عند الجمهور الإسرائيلي وعند الجبهة الداخلية، هنالك رواية أصدق أدق أقرب للحقيقة. موضوع الدواء أظهر، سأختصر بسرعة، كم نتنياهو يكذب، قال نتنياهو أنه سيفتش الدواء وإذا بالدواء للأسرى يأتي من قطر بطائرة تدخل إلى غزة، جنون الإسرائيليين، كيف يكذب عليه نتنياهو؟ نعم يصدقون الفيديوهات التي وصلتهم من جنوب لبنان ويصدقون الإعلانات والتصريحات عن عدد الجنود والقتلى وعن الأفخاخ التي يتعرض لها الجنود في قطاع غزة. إذا الأثر كبير جدا على الداخل الإسرائيلي، هل هو نفس الأثر أيضا على الرأي العام الأوروبي مصعاصي؟ الرأي العام الأوروبي مر بمرحلتين في مسألة التأثر بما يجري في قطاع غزة. المرحلة الأولى دامت لأيام قليلة، هي مرحلة التأثر بالدعاية الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل في الدول الأوروبية والمدن الأوروبية على أساس ما حصل في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وكل هذه الأفلام التي فبركتها إن كان على مستوى المخابرات أو على مستوى الإعلام الإسرائيلي وعرضت بشكل واسع في المدن الأوروبية. لكن عندما أتت الوقائع والوقائع تحل بشكل واضح وسريع محل الدعاية وتنهي الدعاية بشكل كامل. عندما حلت الوقائع الفلسطينية، هذه الفيديوهات التي نشرت بشكل واسع جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا يعني يقدر بشكل عالي جدا من يقوم بنشر هذه الفيديوهات والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، عند هذا الأمر ظهرت الحقيقة أمام الرأي العام العالمي وخصوصا في أوروبا، ورأينا كل تلك التظاهرات التي انتشرت في شوارع المدن الأوروبية ولا تزال حتى الآن وهي مستمرة، وهناك العديد من التظاهرات المعلن عنها خلال نهاية هذا الأسبوع. إذن عندما حلت الحقيقة، حقيقة الجرائم الإسرائيلية، حقيقة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، وهذه الصور التي تأتي عن الدمار الهائل في قطاع غزة، إذن عند هذا الحد لم يعد يستطيع الرأي العام الأوروبي تحمل ما تقوم به إسرائيل من دعاية. حتى هذا الأمر عندما يكرره المسؤولون الإسرائيليون، حتى هنا في دافوس الرئيس الإسرائيلي اليوم قبل ظهر اليوم كان له مداخلة وجاء مع صور لرهائن وأسرى إسرائيليين، حتى هذه المسألة باتت سخيفة أمام الرأي العام الأوروبي. هناك أيضا بعض التغير في الإعلام الأوروبي، يعني قبل أيام قليلة كان هناك مقابلة لإحدى الصحف الفرنسية ميديا بارت على ما أذكر، مقابلة مع والدة رهينة إسرائيلية تم إطلاق سراحها في عملية التبادل
الأخيرة، وهذه السيدة تحدثت بشكل إيجابي جدا عن فترة أسر الشاب الإسرائيلي في غزة، وهذا كان له طبعا تأثير كبير على الرأي العام، على أساس أن الحقيقة تقول بأن الأسرى عوملوا بشكل إنساني ولطيف جدا في غزة. بالمقابل كان التعامل الإسرائيليين مع الأسرى والفلسطينيين في سجونهم تعامل وحشي وغير إنساني. إذن الحقيقة، أعيد وأكرر الحقيقة، الوقائع الفلسطينية هي من أثبتت جدواها في لدى الرأي العام الأوروبي، والدعاية الإسرائيلية سقطت ولم يعد هناك من يستمع إليها. نعم، أعود إليك علي مرتضى، يناقش الجزئية المتعلقة تحديدا بخطاب السيد حسن نصر الله. هذا الخطاب دائما له مصداقية كبيرة عند الداخل الإسرائيلي. ما يقوله السيد حسن نصر الله يفعله، ما يعد به يفعله، ما يتحدث عنه هو حقيقة مطلقة بالنسبة إليهم. لماذا يتأثرون بهذه الطريقة بخطاب السيد حسن نصر الله، ويتأثرون بخطاب حكوماتهم أو مسؤوليهم أو قادتهم بهذه الطريقة؟ يعني في البداية هي مراكمة الصدق، الصدق الذي ركمه السيد حسن نصر الله في مسيرته المقاومة منذ الثمانينيات حتى اليوم، جعله اليوم ملك الحرب النفسية على الإسرائيليين، لأنه لا يتحدث إلا بما يملك ولا يقول إلا ما يستطيع أن يفعله. وبالتالي هذه القاعدة التي يفهمها المستوطنون وتفهمها حكومة الاحتلال جعلت من هذا الرجل ملك في الحرب النفسية عند الإسرائيليين. وبالتالي إذا رئيس الحكومة الإسرائيلي بغض النظر عن التسمية قال شيئا، والسيد حسن نصر الله قال شيئا آخر، فإن الإسرائيليين سيصدقون السيد حسن نصر الله. وبالطبع هذا الكلام ليس فقط عن تحليل، بل عن كلام لهؤلاء المستوطنين على الأرض، لرؤساء المستوطنات على الأرض. بالأمس دفن المستوطنون أحد الجنود الذين قتلوا في المواجهات هنا وفي الحرب الدائرة في جنوب لبنان. كل التعليقات كانت على وسائل التواصل الاجتماعي تقول بأن السيد حسن نصر الله هو من يسمح بالدفن وهو من يمنع الدفن، هو من يسمح بعودة المستوطنين وهو من يمنع عودة هؤلاء المستوطنين. وبالتالي الرجل الذي راكم هذا كمية الصدق هذه لدى الاحتلال ولدى جمهور طبعا أصبح بالنسبة إلى الاحتلال وبالنسبة لجمهوره في لبنان هو الأساس في هذه المعركة، وهو الأساس في الحرب النفسية. وبالتالي قد يكذب المستوطنون حتى فيديوهات الإعلام الحربي، قد يكذبون حتى الرسائل التي تصل إلى هواتفهم، ولكنهم يعلمون بالتحديد بأن حسن نصر الله إذا ما تكلم شيئا فهو سيفعله، وإذا قال أنه سيقوم بشيء فهو سيقوم به، وبالتالي كلمته لا تصبح اثنين لدى الجمهور الإسرائيلي، وهذا هو السبب الرئيس لقوة هذا الرجل في التأثير على المجتمع الإسرائيلي. وبالتالي الصدق الذي راكمه مع تقديم وطريقة طرح الفكرة الذي يقدمها وفهمه للمجتمع الإسرائيلي، وهذا ما يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي، جعل من السيد حسن نصر الله هو القوة الأبرز في الحرب النفسية لحزب الله ضد المستوطنين وضد إسرائيل. طب عمر، كيف تتكامل أدوات الحرب النفسية ما بين حزب الله والمقاومة الفلسطينية؟ فتون، كما يعلم الجميع، صحيح أن السياقات والظروف بين حرب غزة وبين الجبهة اللبنانية الجنوبية مختلفة، هناك ظروف وسياقات مختلفة، لكن الأهداف واحدة والغايات متكاملة. مثلا بعد 3.5 أشهر على الحرب في غزة، نحن نتحدث عن مراوحة ميدانية لا يستطيع فيها الجيش الإسرائيلي أن يحسم هذه المعركة، وهناك أيضا انسداد سياسي سواء في جبهة غزة أو في الجبهات الأخرى المساندة والداعمة لغزة. هنا يحاول الإسرائيلي أن يقفز إلى الأمام، وتحديدا نتنياهو وقادة الحرب الأمنيين والعسكريين، ويوسع هذه الجبهات ويورط الأمريكيين، لأن انتهاء المعركة بهذه الطريقة بعد 3.5 أشهر هو هزيمة مدوية لإسرائيل، وعلى الأرجح أنهم سيحاسبوا محاسبة قاسية. هم يريدون أن يهولوا ويضغطوا على محور المقاومة كي يضغط بدوره على المقاومة الفلسطينية باعتبارهم محورا واحدا، كي يقدموا بعض التنازلات كي لا تتوسع جبهة الحرب. هنا ترد المقاومة ومحور المقاومة بكافة جبهاته بالنار، يعني إيران ترد بالنار في العراق وترد في سوريا وفي المحيط الهندي، اليمن يصعد، الجبهة اللبنانية تصعد. هم يقولون نحن لا نخشى الحرب، نحن لا نخشى توسعة الحرب، لن نتنازل عن أي إنجاز، بل بالعكس
إذا تعرضت، إذا كان الوضع بات مقلقا في غزة قد يكون هناك تصاعد أكبر ومدياته أعلى. الرهان على أن الضغط باتجاه توسعة الحرب سيؤدي إلى وقف هذه المعركة أو إلى الضغط على المقاومة لتقديم تنازلات، هذا رهان مستحيل وهذا رهان لا يمكن أن تقبل به المقاومة. وفي هذا السياق تأتي هذه الفيديوهات وتأتي هذه الرسائل وتأتي هذه الحرب النفسية لتؤكد للاحتلال أننا منفتحون على كل الخيارات، وأننا إما أن نذهب إلى تسوية، نحن الآن إما أن نذهب إلى تسوية سياسية كبرى، وإما أن نذهب إلى انفجار كبير. والمقاومة تقول التسوية إذا ذهبنا إليها ستكون المقاومة هي التي ستحدد إنجازاتها وستحدد صيغتها كما حدث في التسويات المؤقتة إن صح التعبير في الهدن، هدنة الدواء أو الهدنة التي تحدثوا فيها في الماضي والآن بما يحدث في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإما في الهدنة أو التسوية الكبيرة. لن يكون هناك أي تنازل سواء وقفت الحرب أو توسعت الحرب، هذا ما يريد محور المقاوم المساند والدعم للحرب في غزة إيصاله للإسرائيليين وللأمريكيين. طيب ناصر، سؤالي هنا حول الخلاف على الجبهة اللبنانية في الداخل الإسرائيلي، هناك خلاف حقيقي حول هذه الجبهة أم هو خلاف مصطنع لأغراض انتخابية؟ أنا أرى بأنه خلاف مصطنع، وهذه الأصوات التي تقول نهجم ونذهب إلى حرب لا تمثل حتى نفسها، بن جبير أو أمثاله حين يقولون نهجم على لبنان هم لا يفقهوا لا في العسكر ولا في السياسة، وبالتالي هناك إجماع إسرائيلي أنهم لا يريدون التورط في حرب مع حزب الله لأسباب عدة ذكرناها في برامج عدة. ثانيا أستعير من الزميل علي مرتضى مصطلح مراكمة، راكم الإسرائيليون تجربة مريرة كاذبة مع جمهورهم فيما يتعلق بلبنان، من أهود باراك الذي كان يقول ننتصر ثم انسحب ولا هاربا من جنوب لبنان وصولا إلى دان حلوتس، فجميعهم قالوا شيء وفعلوا شيء آخر، وبالتالي ملف لبنان بيد أمريكا وليس بيد إسرائيل، وأن التصريحات التي ظهرت مؤخرا لتسخين الساحة اللبنانية إنما لها تفسيرا واحدا لا يوجد غيره، هو الهروب من خان يونس ومن معارك جباليا ومن معارك قطاع غزة لفتح جبهة أخرى. وبعض الصحف الأمنية الإسرائيلية كتبت بلسان أمريكي تقول إذا كنتم لا تستطيعون على شمال قطاع غزة فتفتحون الجبهة مع حزب الله، بمعنى يعني أن الأمر مخجل. وبالتالي هذه شعارات للاستهلاك عند جمهورهم الناخب، من يلتف يمين على يمين نتنياهو ليحقق بقاء في الكنيسة القادمة، ولا يوجد أي معاني لا عسكرية ولا سياسية لهذه التصريحات. طيب موسى، الرأي العام في أوروبا تأثر بصورة الضحية الفلسطينية، كل هذا الإجرام الإسرائيلي أيضا تأثر به، بماذا تأثرت الحكومات الأوروبية؟ هل تأثرت بضغط شعوبها عليها أم تأثرت بالفشل الإسرائيلي بالمعنى الاستراتيجي؟ لا طبعا، التأثر العامل الوحيد الذي أثر على المواقف ليس في أوروبا فقط إنما حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هي صمود المقاومة، هذا الصمود الأسطوري، المقاومة لا تزال تقاتل وتقاتل بشراسة. لو يعني قلنا أن لو أخذنا بعين الاعتبار على سبيل المثال أن المقاومة لم تصمد وهي سقطت ربما بعد أسبوع أو أسبوعين من الهجوم الإسرائيلي، من كان ليتحدث اليوم عن غزة أو عن القضية الفلسطينية أو عن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل؟ لا أحد بطبيعة الحال. كنا مررنا مباشرة إلى اليوم التالي أي سيطرة إسرائيل وبعض المتعاونين معها من الدول العربية على قطاع غزة وانتهت القضية. لكن هذا الصمود الأسطوري جعل من المواقف الأوروبية بداية، عندما نتذكر موقف إيمانويل ماكرون عندما زار إسرائيل في الأسبوع الأول بعد عملية طوفان الأقصى، كان يتحدث من هناك عن ضرورة تشكيل تحالف دولي لمواجهة
حماس كما التحالف الدولي الذي شكل عام 2014 لمواجهة داعش. أين إيمانويل ماكرون اليوم يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وعن بداية الحل على أساس حل الدولتين؟ التغيير أيضا حصل لدى الجانب الأمريكي. بالأمس سمعنا أنتوني بلينكين هنا في دافوس يقول بأن على إسرائيل، وهذا كلام مهم جدا، على إسرائيل أن تأخذ قرارات صعبة من أجل أمنها المستقبلي، من أجل أن تكون آمنة مستقبلا. وهو يرى أن أمن إسرائيل يجب أن يكون عبر أن يكون هناك يعني تعاون وتطبيع بين إسرائيل وبين الدول العربية والدول الإسلامية. وهذا التطبيع بحسب ما قال بلينكين يمر بشرط واحد تشترطه هذه الدول، هو أن يكون هناك دولة للفلسطينيين. وهو مع هذا الاقتراح، نعم. مع هذا النداء للدول التي تريد التطبيع مع إسرائيل. إذن هناك تغيير حتى في اللهجة الأمريكية. هذا التغيير يقول بأن بغض النظر طبعا عن المنطق أو المصداقية الأمريكية حول الدولة الفلسطينية، شكل هذه الدولة، سلطتها، سيادتها، طيب. وما إلى هنالك، ولكن يمكن القول بأن صمود المقاومة هو الذي عدل بالموقف الأمريكي، وكان اليوم نحن أمام يعني معالم معادلة جديدة. كل شكر لكم جميعا، موسى عاصي، عمر كايد، ناصر اللحام، وعلي مرتضى. التحليلية انتهت، دمتم سالمين.